السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع متابعينا الأعزاء في فيديو جديد في معركة جديدة، معركة جهنمية ضد خصم قوي جدا. طبعا المعركة كانت ضد اللاعب جزبير، طبعا اللاعب جزبير لاعب محترف. طبعا أصدقائي وريكم ترقيات بعدها عندي ضعيف جدا، الترقيات بعدها زي ما هي قبل التحديث، يعني الترقيات جدا ضعيفة ضد لاعب حسابه ماكس نسبته 83%. جزبير الكل بيعرفه لاعب قوي جدا من كلان ريكتاف الكل يعرفه، كلان كله قطاعات كله أقوياء. طبعا يا اصدقاء انك تواجه واحد بهيك ترقيات وترقياته ماكس وانت ترقياتك ضعيفة، يعني اشي كتير ممتاز انك تتمكن منه. طبعا اصدقاء مش هالنكتة انه نص المارك لعبناها بوست ازرق فقط. طبعا اصدقاء ننطلق لجمع الموارد. طبعا في البداية لابد لك انك تستعمل لك بوست داب مشان تجمع الموارد وتحاول تجمع اكبر قدر ممكن من الموارد، بس دائما وابدا تكون جمع الموارد يعني اكثريتها لهم. طبعا اصدقائي الجندي عنده، جندي المقاومة عنده اقوى من جندي الاتحاد عندي، يعني اذا حطيت 2 جنود اتحاد ضد جندي المقاومة عنده ممكن الجندي تبعه يقتل جنودي. انتم شايفين اصدقائي يعني ما اخذناش موارد، يعني اخذنا بس حبتين من فوق وثلاث حبات من تحت، والموارد اللي بالنص والموارد اللي بالزاوية الموارد كل شيء بلعه. طبعا جزبير اكل كل الموارد مثل ماكينة اكل موارد، ابتلع كل شيء امامه، ما خلى اشي امامه، ابتلع كل الاشياء. طبعا اصدقائي الان ابن المطار ونستعد من اجل جولة قتالية سريعة. طبعا اصدقائي زي ما انتم شايفين او الناس بحكي اصدقائي انه بصراحة اخر فترة تحطوا لايكات، فنحكي اعزائي الجماهير لانكم ما تضعون لايك، اكبس زر اللايك لو سمحت، اكبس زر كومنت، اكبس يا زلمة اخزي الشيطان واكبس زر الكومنت حتى تستمر الفيديوهات من هاي النوعية. انتوا تعرفون يا رفاق بس انا اجي اعمل فيديو واتحدث فيه زي هيك واتكلم فيه قديش ياخذ معي وقت. الفيديو باخذ معي وقت ما يقارب من 2 ساعة لـ5 ساعات مونتاج وتعب وتصوير عشان اجيب. تعرف انه هذا الفيديو تصويره نعاد 3 مرات قبل ما يطلع زيك اعزائي الجماهير، يعني لا تفكروا انه اجي هيك بالهين. طبعا كل حال مناوشة سريعة بالطائرات، دمرنا المضاد الجوي. طبعا بنخلي هان طيارة، الهدف من الطيارة اللي هان نقتل الجواسيس مشان ما يعرف متى جاي، لانه اذا عرف متى بدي اهاجمه بالطائرات راح يستخدم بوست الدفاع الجوي وراح تتضرر الطائرات كثير، او ممكن يحضر جيشه من اجل انه يقترب من الطرف او من الزاوية اللي ممكن اهاجمه منها. على كل حال الان ما راح نخاف، راح نهاجم جزبير من اي زاوية بدنا اياها. طبعا اكتشفنا وجود مطار، الحين راح ندمر المطار. طبعا الهدف هو بس افقاد الموارد. طبعا شفناه طلع طيران وجاب جيشه، مناش نخسر يعني الفيتريكس لحسه بتموت، فمنشان هيك من الافضل نرجع للخلف. طبعا بعد المنافسة الجوية قررت ان اذهب طيران بالكامل، انه هاي الخريطة كبيرة جدا وممراتها ضيقة وممكن الخاصم يعمل الغام براحته، ممكن يعمل دفاعات براحته، الهجوم فيها صعب وما فيش مجال تناور فيها ولا تتحرك فيها بسهولة، مشان هيك افضل حل هيك خرائط انك تلعب طيران بالكامل. طبعا شفنا مناوشة طائرات هوكس، طبعا بقوم تدمير الطائرات القريبة من اجل انه يتمكن يبعد جيش الجنود. طبعا اول ما شاف طائرات يبدو يهرب، بس اكل له ضربتين، قتلنا واحدة هوكس، واكتشفنا وجود صرصار صغير ضربنا الصرصور اللي حاط لي اياها. طبعا على كل حال هنا بنعمل 2 مباني توربيت. طبعا التوربيت بتميز انه هو ايضا دفاع جوي وايضا دفاع جوي متقدم، هذا الاشي بيكشف مسافة كبيرة من البحر لهيك انا بحبه. على كل حال ننطلق مرة تانية بالفيتريكس مشان نستكشف شو وضع الخصم. الخصم ما بعد جيش ولا جنود، غريبة. طب بس الحين احنا نبعد بعد جندي نحاول ناخذ في الموارد اللي جات. ما زي ما شايفين معظم لعبي فقط بوست ازرق، ممكن استعمل احمر مشان هيك يعني اللعبة بتكون حلوة شوي. طبعا ننطلق مرة أخرى لمهاجمة القصم ونشوف شو بنهاجم. طبعا شفنا طائرات هان وحاولنا نضربها،
يعني تم اسقاط واحد هوكس، ضم ضرب الثاني هوكس بس ما وقعت. يعني رجعنا بالجيش لشان ما ناكل ضرر، نطلق مرة أخرى نضرب الكاميلون عند الخصم، بس الخصم تراجع للخلف يعني خبى الكاميلون عني. يعني لو ضربت الكاميلون مكانها كان ممكن دمرتها. طبعا عندكم باللعبة تلعب باستخدام الفيتركس، عندك اشي اسمه فن ضرب الكاميلون، انك تهاجم دبابة الاخفاء الخاصة بالخصم، تهاجمها وتدمرها. طبعا الان الخصم دمر جميع الجواسيس الاليان وقتل الجندي تبعي اللي بدي اجمع في موارد. لا بقى اصلا في جندي فوق، يلا بسرعة 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 خذ كل الموارد يلا. طبعا انا الان بتضار بفارق الصبر اخذ الموارد، لانه هذا اللعين دائما بوكل الموارد اول باول، مش مخلي لي ولا حبه موارد. يلا قريب 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 قريب، لا حول ولا قوه الا بالله. الثانيه الاخيره اقل والله نصف ثانيه باخذ الموارد، والمحترم قتل الجندي. تحكي موقتها تحكي اسطوري، كل عم بدي انتقم. فجر المطار، بعد ما فجر المطار اقتل اول اثنين هوكس، اقتل ثالث واحدة هوكس، خلص نويت انتقم منه، انتقم من تلك الطائرة اللعينة. طبعا هجمت هجمة دمرت المطار، دمرت الاربع طيارات. طبعا انك تدمر بس مطار ما انصحكم، لا تدمر المطار وتدمر الطيران الخاص بالخصم مشان تحس بنشوة الانتصار. انت الان خسرت الخصم 1500 موارد، هذول كلهم 400 موارد، خذهن مبروكات عليك. انا الحين خسرتك ما يقارب 1500 موارد، اربع طائرات حقهن ما يقارب 1200 موارد، والمبنى الطيران حقه 300 موارد. ما على هيك الوقت اللي خسره. طبعا هاي هجمة انتقامية مشان يتعلم كيف يقتل الجندي خاصة دي قبل ما طبعا ضربنا واحدة كاملة، نخفف الاخفاء الموجودات. طبعا بنشلف بالجيش تبعنا وشرودو يا كبير انه قادم باستخدام كثير من الاخفاء. طبعا بهاي اللحظة احنا ماكلين خرع زي ما تحكون، لازم نعمل خطة ارتجالية، خطة سريعة طبعا واشتباك سريع مع القسم، ونحاول نضرب القسم طبعا، ونجهز الجيش تبعنا. طبعا استلقائي بهاي اللحظة لازم نستعمل السايكلون. طبعا السايكلون تكشف ما تحت الجيش، يعني احنا الان نكشف الكاميلون وبنخلي الفياتريكس يضربها. طبعا لازم تحدد مواقع الضرب، ولازم تستخدم السايكلون مشان تكشف ما تحت الغيمة. طبعا انطلق مرة اخرى بالسايكلون، السايكلون تكتشف ما تحت. طبعا السايكلون من فوائدها انك تكتشف الاشياء تحت الضباب، وتكتشف الاشياء اللي تحت بتكون تحت الشجر تحت كذا، يعني اي شيء مخبى طلع السايكلون وسوف تقوم بكشفه لك، تكتشف وتعرف شو الاشياء المخبية. طبعا الحين نطارد القصم، القصم بهروب. طبعا انا بالعادة بستعمل استاذ ذهب، بس بستصيع الدبابات كانت معي كمية كبيرة منه، فمشان هيك بستخدمه. طبعا الحين حسيت هيك قوة المعركة بحماوة المعركة، فمشان هيك استخدمت شوية استاذ ذهب. استاذي الذهباتي خلص اللي ياهن يا جيز بيز، حتى في واحد بيقول لي اسمه جيز بيز. المهم خلينا نروح عند جيز بيز ننتقم منه. وضع الطيارات في جولة مناوشة، نشوف شو الوضع، نقرب نضرب مبنى الإخفاء. وكان وقال الطيارات الله يوفقه، عطلي 100 مضاد مبنى الإخفاء، كأنه عنده شعور إن حدام مبنى الإخفاء. طبعا لحق وراي بطيارات الهوكس، طيارتين هوكس ودمرتين، لكن للأسف ما عرفت أجيب اللقطة. طبعا عندي مصنع كان مجهز 2 فيتريكس مصانع الطائرات، يعني كانوا جاهزات، وأول ما شو اسمه صرت الفيتريكس طلعت بحد بدالة على السريع. دايما بخلي 2 فيتريكس جاهزات مشان نضلنا عوض الطيران بوقع. نحاول نضرب الكاميلون نقلل اعدادها، طبعا هنسخت الطائرة واحدة، لا
بس يلا يعني دمرنا واحد كاملا. ومو بس هيك، انا على السريع اول ما اخسر الطيار، الطيار اللي بعدها بتطلع بدالها بسرعه. طبعا الحين نتحرك للامام نشوف شو الوضع، نبعت طائرات لاكتشاف الجواسيس، نتحرك ونضرب مبنى الكهرباء، ندم مبنى الكهرباء ونرجع. وخسرنا طائرة، طبعا ما بهم، المهم ان نقزز القصم، يعني كل مرة نضربه من جهة. بس الخريطة هاي مزعجة جدا، ان القصم يتحصل منيح، فيش مجال تضربه من الا من ثلاث زوايا، هي زاوية من فوق وتحت وش يعني عن الزاوية الامامية، فيش مكان تضربه وترتاح بضربه الا تستخدم الثور. على كل حال يبدو اننا سوف نذهب الى سيناريو معركة الاستنزاف، نستخدم الثور مشان نكسره فيها. بس اذا استعملنا ثور واستعمل هو هوكس راح تطول المعركة شوي، بس لازم المعركة ننهيها. طبعا القصر مطلع لي واحد هوكس بزعجنا فيها شوي. طبعا اخذنا اول حبة موارد، قول الخصم ما عنده هوكس ومش عارف وجود هذا الصعلوق. انا اخذنا موارد، وين صعلوق هذا؟ كفو، هاي حبة هامر. اخذنا هو تلات حبات موارد من بداية اللعبة، من بداية اللعبة كل اشي موارد. المحترم عم يبلع، بلع يبلع كل الموارد. طبعا كان طالع فوق ولكن اكتشف وجود الهامر، وانا اخذت الموارد وانزلت. يا حرام، اخذت موارد. بعد ننطلق الان جات بوست الاحمر، بوست احمر يا شباب، يعني انا مستعمل شي قوي كثير. نضربه، واو هذا جاي يضرب جيشي، نلحق وراه بنرجع الفيدريكس. طبعا بس ضربنا له اثنين هوكس ورجعنا، يعني وضربنا له شي من طرف الجيش. هذا ناوي يهاجمنا، بلشت الهجمة. الحين نبعت واحد ثور، ضربة الثور اجت نص الجيش، بس واحد ثور لحاله ما بيعمل اشي. نبعت اول اشي السايكلون، طبعا السايكلون بتاخذ معظم الضرب، والفيتريكس يضرب حتى وكمان ضرب الثور من واحد ثور، يعني طامنة في الاضرار. طبعا السايكلون كشفت كل اشي جوا الاخفاء، وايضا نبعت الهامر جوا الاخفاء. طبعا الهامر بتكون جوا الاخفاء بتدمر كل اشي، والفيتريكس بتكمل الواجب تبعها. طبعا الخصم يتفجر تفجير. طبعا لا اخفيكم خسرنا عدد كبير من الفيتريكس، ممكن ضل بس 6 فيتريكس معي، اقل ما طلع غير 2 فيتريكس كلهم وقعن. بس امن الواجب، يعني لولا الدفاع الفيتريكس والسايكلون مستحيل اقدر ادمر الخصم. طبعا الخصم بعت لي شو اسمه هاي هوكس عشان يزعجنا فيها، بس انا عندي خطه، يعني نضرب الخصم في العمق. طبعا نتجه منشان نضرب المباني تبعت المطارات الخاصه بالجيش الاحمر. طبعا على السريع القصر بيلحق ورانا منشان يقتل الثور، وهان القصر ابتلع الطوب في نفس اللحظه اللي هاجم فيها نضربه. وين هاربيت؟ تعالي، ما خليت لي ولا طياره تهرب، كلهم ماتوا. طبعا هاي الخطة انك تقتل جيشه مجرد اول ما يقرب منك ورجع يقتل الثور، تبعت له 6-4 فيتريكس بتوقع 10 هوكس وقتها، لان وقتها بكون كل اهتمامه ايش معلم بالثور، وانت بتعرف تضربه براحتك. طبعا بدنا نحاول نحط حبة الموارد هاي. طبعا لا تسأل، الماركة مستمرة لسه الضرب شغال. طبعا الخصم ما بعرف ايش ناوي، يعني حط ضربات الثور كونه عنده كثير هوكس، ضربات الثور راح كمان تغلبنا شوي. بس خلينا اول شيء نخفف اعداد الجيكوار اللي بيطلع لي اياها، فمشان هيك نضرب المصنع. ضربنا المصنع وضربت المصنع كثير موفقة، دمرنا مصنع الجيكوار خاصة الخصم. طبعا خسرنا واحد ثور في العملية. طبعا الخصم ما استرجع يلحق وراي، يعني المرة الماضية بس لحق ورا الثور مات كل جيشه، هاي المرة ما اتوقع يسترجع.
طبعا الهوكس بتحاول تهرب بس انا لاحق وراها حتى اوقعها على الجبل. طبعا مناوشة استكشافية مشان نستكشف اذا بعد اشي اذا بعد جندي ياخذ موارد نقتله. انه حبة الموارد هاي بصراحة انا حاب اخذها. طبعا اوضاع المعركة صعبة جدا، انا مش عارف شو بدي اسوي مع هالمحترم. ونقوم بضرب مبنى الكاميلون مشان نقلل من اعداد الكاميلون. طبعا العدو اخذ كل اشي موارد موجودة من اول اللعب، ما اعطاني غير صندوق واحد من صناديق الموارد. عم بشمط صناديق الموارد اول باول، مش مخلي لي اشي. طبعا بعد جيشنا الهدف من هالهجمة هي مناوشة، يعني بدي دقيلة تغرى ادمر فيها الخصم. طبعا الخصم بشوف الجيش بهرب، لانه لو ظلوا مكانه بموت والله العظيم. لو القصم ما هرب كان مات، كان ضرب الثور وضربات فيتريكس كان فجرته بس بده يهرب. طبعا كل حاب نعمل مراهنة من نهاجم بضرب الثور. اذا ضربت الثور هاي ضربت جيشه خلاص اللعب انتهت. طبعا هاي مقامرة بنهاجم فيها ويا ربنا تصيد جيش الخصم. نحاول نعمل ضربة، طبعا القسم هرب من ضربة الثور هاي. لو ان القسم تباطأ شوي او اجت توقعات صحيحة بما كان تواجد جيش القسم والثور ضربت جيش القسم وهو عم يهرب كان لعب انتهت. بس خسرنا ضربة الثور على الفاضي. يا ريت ضربت لي مصنع او ضربت لي مطاعم او ضربت لي اشي بدل ما ضيع ضربة الثور على الفاضي. طبعا بعد جيشنا مشان نستكشف الخريطة وجدنا جاسوس قتلناه ودمرنا لنا مبنى ورجعنا. طبعا الخصم عماله كل شوي بغير الوضع. طبعا هجمة الطيران باستخدام الفيتريكس زائد الثور. مرة انا وتلات ابنية بنحاول هيك قد ما نقدر ندمر، يعني نبعث شوية طائرات هايكلون نكنس الجواسيس. تعرف في جواسيس بعدين شايفين معركة جوية حامية. نقدم جيشنا، الخصم الحين راح تراجع للخلف غصب عنه. راح يرجع خوف ما وقلوا طياراته. خلاص رجع للورا. هو لو ما رجعش كنت ناوي اصيد كل طائراته بالفيتريكس بس هو ما وقع بالفخ. يعني من اول اللعبة يا كبير نازل اشمط له الهوكس تبعته كل شوية وقع له واحد هوكس اثنين هوكس. فاكيد جز بيز هذا قرف حاله قال لك خليني اودي اخبي الهوكس قبل ما خليه ياكلها يفترسها. طبعا مشان نحفي اني انا طول اللعبة بلعب بوستات ازرق ونازل يحرق ذهب. طبعا نحضر ضربة نووي وننهي الخصم، نخلي الخصم مشغول مشان نعرف نخسره. طبعا نضرب مبنى الكاميلون زي ما شايفين ضربة ناجحة. الخصم ما راح يلحق وراي بس حيرجع لحاله. تعال الحق. طبعا لحق وراي ايوة. يعني لحق وراي وخسر واحد هوكس، يعني جي يلحق وراي وانشمط كف هيك راح رجع. طبعا الفيول تبعي وتبعه خالص، يعني ما ضل معنا فيول. فيكم تحكون ان احنا لحينا الخصم؟ نحاول نعمل لك معنا حركة مشان ما يفكر يهاجمنا. يا الله يعني جاي تهاجمني. طبعا قصرنا اتنين هوكس لحقين وراه. مش كان عنده ثلاث مطارات سيب اضربن، يعني عم بفكر لك كمان هجمة بس خلص وما ضل شيء. طبعا ضل 12 ثانية النووي بيجهز، هو اصلا راح يقعد 15 ثانية قبل ما يهاجمنا.
يعني ان شاء الله بنلحق نضرب ضربه نووي قبل ما يهاجمنا. هو ممكن يفكر النووي انعمل هسه والنووي معمول من زمان. وضربه نووي بنصف الخريطه يام جول جاي عليه. طبعا النووي عندي مش متطور، النووي عنده ضعيف على فكره قوي، بس هي دكت مخ يعني اضربه نووي اخسره شويه موارد وشيش. طبعا هذا اجا هاجمنا بكل هوكس معاه، يعني ما فيش هوكس، انا كنت متأمن تكون الهوكس جالس عشان ادمرها. طبعا هاجمنا بكل الهوكس ودمر مبنى النووي. دمرنا كل الهوكس اللي هجمنا فيها والحين بنعمل هجمتنا. الان افضل وقت نهاجم به الخصم. طبعا نحاول نقلل الجيش تبعه ونرجع. طبعا هذا الجاسوس اللي حاط لي اياها نكد علي، نكد علي جدا انه هذا الجاسوس كشف هجومي وعرف يعمل ايش اسمه خطه دفاعيه. طبعا الخطه الدفاعيه اللي عاملها خطه دفاعيه حقيره، توزيعه الجيش اللي موزعه لي اياها توزيعه اهل الجهنم. طبعا بنبعت ست فيتريكس مشان نقلل اعداد الجيش عنده. طبعا التحكم بالفيتريكس، التحكم بالجيش اثناء هجمه واحد صعب جدا. طبعا بنهجم هجمه المكنسه، يعني نهجم باتجاه زاوية عرضية، بس الهجمة هاي كانت فاشلة جدا لأنه القاسم حاط لي جاسوس. الجاسوس اللي حاط لي اياه الجاسوس اللعين اكتشف وجود هجمتي، يعني الهجمة راحت على الفاضي. بس عنده 10 جيكوار وعنده 7 مضاد جوي وعنده كاميلون كمان، هسه راح يجي يهاجمنا هجمة مرتدة. طبعا حاول نضرب جيشه، كان هان في شوية جيكوار مع مطاق ونضربهن، بس حرك جيشه. طبعا الحين بلشنا تحدي. طبعا وجود هوكس، ما عنديش طيران، ما عنديش جيش، ما عنديش شيء. مساحة الجيش 34 والمحترم جمع كل جيشه بده يهاجمنا، ومشغل بوس الذهب وطاير الطيار. ما عنده غير هدف واحد، الهدف الوحيد اللي عنده انه يقتلني، وانا لازم افكر منيح في خطة تنقذنا من هذا الموقف. يا سلام، لقد تعرضنا للهجوم. طبعا نبعت كتيبة كاملة من سايكلون. طبعا انت بجوز 10 مضاد جوي، انا اسحب كلامي، يوجد 10 مضاد جوي. طبعا نعمل هجمة مشان نخوفه يرجع شوي. ارجع، نحن نرجع نستغل الوقت هذا اللي كسبناه مشان نصلح دفاعاتنا. نبعت ثور ونضرب ضربة ثور، ضربة ثور محدودة، ونحاول مرة تانية نتصدى لهجومه. وبعد ما نقدر نخفف الجيش، عنده خطط كتير يعني. في حال كان عنده اقل من 5 جيكوار سيتقتلهن، بس لازم نقلل العدد. طبعا المحترم الله يسامحه، الله يسامحه ناس مش مت جيشي. طبعا نبعت الهامر عشان نزعج شوي فيها. سايكلون بتكشف في الجيش تحت الاخفاء كل قد ما نقدر يعني. طبعا معه جيش خفيف زيو بنحاول. طبعا جاهز 5 مباني جنود خلاص، انا اصلا ناوي اظل لاحق وراه بما اقتله. طبعا ها ارتكب غلط، خسروا غلط هذا، نستهدف مبنى النووي. طبعا هان عندي المفاجأة، المفاجأة اني كنت محضر 30 جندي ومرة واحدة بشيت عليه ب 30 جندي.
طبعا القاسم له ساعة بضخ جيش، يعني منازل يصنع جيش، واكتشف الحين انه عندي جيش كبير، يعني ساعد الجيش بيخوف يعني. ما هو سهل يقتله، وعلى السريع هاخد وضع دفاعات وزايكل من وضع. هو ما عندوش غير 3 موارد ووضعه مزري بالمرة. القاسم بهاي اللحظة فقد الامل يعني انه يبني حاله. طبعا نجم دايجو انطلق بهاجمتنا وندمره. القاسم الحين ضعيف جدا، ما عنده امدادات موارد، ما راح يلحق يسوي موارد حتى بعد الجيش تبعنا. المعركة انتهت، يعني القاسم قسم امداداته، القاسم بطل مع موارد، القاسم صفر من كثر ما كان ضرب. يعني خلاص القاسم انشل اقتصاديا، يعني اي واحد بيكسب اقتصاديا انتهى المعركة. يلا للقاء، حتى نشوفكم في المعركة الجاي. سلام.